وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انظر، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. في دعوات أخرى في حجاب، المظلوم ما في حجاب. فانظر، إياك الظلم، السهولة، أنت ممكن تظلمني تتجبر علي، أنا مش قادر لك، لكن ما في رب سبحانه وتعالى. أنت صاحب سلطة أو صاحب عضلات أو صاحب مكانة، تتجبر فيها عادي، تقدر، أنا بشر ضعيف، لكن في رب. فلا تغتر بما أعطاك الله من قوة أو مال أو مكانة. وبعض الناس إذا بتتكلم معاه كلمتين يقول لك: تعرف مع مين بتحكي؟ يا أخي ما بحكي. نعم بعرف. يا من أولك نطفة وآخرك جيفة، شو بدك؟ وأنت بين ذلك تحمل العذرة، شو أنت؟ بشر زيك يعني. تجبر يا أخي، بيكونوا زملاء في مع بعض، أساسي مع بعض، بصير واحد مدير، بصير جب. أي ما تنبالك، كنت معانا يا رجل زينا زيك. بكونوا مع بعض شغيل، واحد ربنا بعطيه، بصير جب. شو نتجبر في بعض؟ فانظروا إخواني في الله، ليس بينها وبين الله حجاب. نسمع.